السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء. قبل كل شيء وكالعادة نذكركم بتفعيل جرس القناة لكي يصلكم كل جديد، أو يمكنكم متابعتنا على صفحة الويب www.lva-academy.com، كذلك زيارة صفحة الفيسبوك LVA Academy. درسنا اليوم موجه لتلاميذ السنة السابعة، درس في علم الصرف، عنوانه اشتقاق المصدر من الفعل الثلاثي المجرد. كالعادة نقدم جملة من الأمثلة، ومن تلك الأمثلة نشتق ونستنتج استنتاجات عامة وملاحظات، ثم نصل إلى القاعدة. الأمثلة هي كالآتي: كتبت الدرس كتابة. المثال الثاني: نبح الكلب نباحا. المثال الثالث: زأر الأسد زئيرا. المثال الرابع: فاض النهر فيضان. المثال الأخير: عاش الكريم عيشا هنيئا. الآن نمر إلى الاستنتاج. ما سنستنتج من هذه الأمثلة؟ إذا تأملنا الأمثلة المتقدمة نلاحظ أن الأسماء التالية ما سنذكره الآن: كتابة، نباحا، زئيرا، فيضانا، وعيشا، قد اشتقت من الأفعال الثلاثية: كتب ونبح وزأر وفاض وعاش. وهذه الأفعال ماضية، يعني أنها تدل على زمن الماضي. هذا الزمن يعتبر زمنا معينا، يعني أننا نعرف زمن الماضي، الأفعال دلت على هذا الزمن. لكن إذا تدبرنا معاني هذه الأسماء كتابة ونباحا وغيره، نلاحظ أنها غير مرتبطة بزمان، يعني ليست كالفعل. الفعل كتب مرتبط بزمن الماضي، كتب في الماضي، لكن عندما نقول كتابة هذا في المطلق لا يرتبط بزمان. كقولنا مثلا: كتابة الدرس مفيدة. كتابة الدرس مفيدة، هذه لا تفيد لا الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، بل يمكن أن تفيدها كلها، يعني هي يسمى هذا الزمن زمن المطلق، المصدر زمنه مطلق، الزمن في هذه الأسماء زمن مطلق، يعني هذه الأسماء غير مرتبطة بزمن معين. نحن نشدد على هذه الملاحظة لأنها الملاحظة المفصلية في هذا الدرس. كذلك المثال مثلا: نباح الكلب مزعج، أو زئير الأسد مخيف، هذا لا يفيد أي زمن، يعني في المطلق. وهكذا، إذا تدبرنا معاني هذه الأسماء نلاحظ أنها تدل على حدث كما يدل الفعل، يعني هي هذه الأسماء تشترك مع الفعل في الدلالة على الحدث، لكن الفرق بينهما هو أن الفعل يدل على حدث في زمن معين، بيد أن هذه الأسماء تخالف الفعل في هذه الجزئية، فهي لا تدل على زمن معين، تدل على حدث صحيح، لكن ليس في زمن معين، بل في زمن المطلق. وكل اسم دل على يعني حدث على معنى الفعل، لكنه غير مرتبط بزمن معين، يسمى مصدرا. وإذا تأملنا هذه المصادر التي قدمناها، وجدنا أن أفعالها ثلاثية: كتب ونبح وزأر وفاض وعاش، كلها أفعال ثلاثية، لكن أوزانها مختلفة. ما
مثلا في كتب، كتاب، في عال. الثاني مثلا نبح، أصبحت نباح يعني فعال. في الثالث فعيل، زئير. وفي الرابع فعلان، فيضان. وفي الخامس فعل، عيش. يعني هذا ما معناه أن الأوزان مختلفة، يعني الفعل على نفس الوزن. فعل، كتب، نبح، زأر، فاض، عاش، كلها على وزن فعل. لكن عندما اشتققنا المصدر تغير الوزن، أصبح المصدر من كتب فعال، المصدر من نبح فعال، وإلى غيره من الأمثلة. لذلك ما نلاحظه أن مصادر الأفعال الثلاثية هي سماعية، أي أنها على غير القياس. ما معنى هذا؟ يعني هذا أنه لا نقول مثلا المصدر دائما على وزن فعال، هذا ما معناه قياسي، يعني أنه لدينا مقياس في ذلك. ليس لدينا مقياس، فالمصادر سماعية يعني بالسماع، يمكن أن تكون فعالة، يمكن أن تكون فعال، يمكن أن تكون فاعل، يعني نتدرب على ذلك بالسماع. غير أن النحاة يعني النحويين ومن يضعون قواعد النحو حاولوا أن يضعوا بعض الضوابط، فقالوا إن الأفعال الثلاثية الدالة على حرفة، مثلا حرفة يعني مهنة، الدالة على حرفة يكون مصدرها على وزن فعالة، مثلا صاغ، صياغة، على وزن فعالة، حاك، حياكة، على وزن فعالة، مثلا نجارة، لدينا نجارة على وزن فعالة، لدينا مثلا حدادة، طبابة، كلها على وزن فعالة. الأفعال الدالة على داء والعياذ بالله، ويعني أبعد الله علينا الآفات والأدواء، يكون مصدرها على وزن فعال، نحو سعل، سعال، هزل، هزال، مثلا عضل، عضال، والعياذ بالله. الأفعال الدالة على صوت يكون مصدرها على وزن فعيل، مثلا عواء على وزن فعيل أو فعال، عواء، عواء، صهل يعني عواء على وزن فعال، وصهل، صهيل، على وزن فعيل. ومثلا خرير، لدينا خرير المياه، خر يعني فعل، لدينا كذلك مثلا الفحيح، فحيح الأفعى، كلها أصوات على وزن فعيل أو فعال. أما الأفعال الدالة على لون يكون مصدرها على وزن فعلة، الدالة على لون يعني خضرة، حمرة، صفرة، زرقاء. الأفعال الدالة على عيب يكون مصدرها على وزن فعل، مثل حاول، حول، عرج، 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 يعني حاول، حول، وعرج، عور، عرج، عفوا، كذلك عور لدينا. القاعدة الآن، المصدر هو اسم يدل على معنى الفعل، يعني يشترك مع الفعل في الدلالة على هذا المعنى، يعني دلالة الحدث، لكن يختلف عنه في أنه غير مرتبط بزمن معين. أما الفعل فدائما يرتبط بزمن معين، مما يعني أن زمان المصدر زمن مطلق. السعادة سر النجاح، هذه كلها مصادر يعني لا تدل على زمن معين، هكذا في المطلق. مصادر الأفعال الثلاثية كثيرة، تعرف بالسماع، يعني سماعية وليست قياسية كما ذكرنا،
يعني لا يمكن دائما أن نقيسها على أوزان معينة، لكن النحاة تجتهد في ضبط بعض الأوزان التي قد نشتق وفقها، يعني بعض المصادر مثل الأوزان التي تدل على مثل المصادر عفوا التي تدل على حرفة، أو المصادر التي تدل على داء، أو المصادر التي تدل على عيب، أو المصادر التي تدل على لون، يعني أو المصادر التي تدل على صوت. يعني هذه أمثلة استطاع النحات أن يضبط فيها بعض الأوزان التي تؤدي معنى ذلك المصدر والتي يشتق وفقها ذلك المصدر، لكنه يبقى اجتهادا. فالقاعدة تقول أن أوزان المصدر دائما سماعية. قلنا أنها تعرف بالسماع، هذا ما معناه سماعية، أو بالرجوع إلى كتب اللغة والمعجمات، يعني كما قلنا إلى ما اجتهد فيه النحات. مثال مثلا حمد حمدا ودرس دراسة. انظر، حمد حمدا، حمد ودرس كلاهما على وزن فعل، لكن المصدر منهما حمد حمدا فعلا، درس دراسة فعالة، رأيت على وزن فعالة، يتغير الوزن في المصدر. كذلك بكى بكاء فعالا، هنا أصبح فعالا يعني، والأفعال الثلاثة كلها على وزن، يعني حمد على وزن فعل، ودرس على وزن فعل، وبكى على وزن فعل، لكن المصادر تغير فيها الوزن. لذلك قيل أن أوزان المصادر أوزان سماعية تعرف بالسماع لا بالقياس. وإن اجتهد النحات في وضع ضوابط وأوزان لاشتقاق المصدر. إلى هنا أعزائي ينتهي هذا الملخص. نرجو أن تكون قد حصلت لكم الفائدة في اشتقاق المصدر من الفعل الثلاثي المجرد. نذكركم كالعادة بتفعيل خدمة الجرس لكي يصلكم كل جديد، ونودعكم والسلام عليكم ورحمة الله.